ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الباترن وكل حاجة تمام، مفيش اي مشكلة. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة، وهي انا لو عندي الفيلد بتاعي من النوع انت ازاي اخليه ريكوايرد. واحد يقول لي ياه سهلة خالص يا عم، اعمل مثلا اتريبيوت وليكن اسمه تمام برايفت انت كود، تمام، خليه حاد ات نل، حطها فوقاه وبس. خلينا بقى نروح هناك، هنا نعمل ناخد دي اهي كنترول سي ونقول له هنا دي كود، تمام. الباس طبعا هيبقى كود، تمام، والايج برضه هنا تبقى كود، تمام. واحد يقول لي انت نسيت حاجه، هقول لك اه نسيت اعمل جيتر وسيتر، ولو ما عملتهاش هيطلع لك ايرور عشان الايه الداتا بايندنج. انا مش هقول تاني الحته دي، تمام. اهو جميل. وبعدين ولا قبل ايه؟ خلاص رحنا هنا، هندلنا دنيا هنا، هروح هنا اعمل ايه، اخد ديت اقول له ايه، اقول له كود student dot كود، تمام، مفيش مشكلة. طبعا في الكنترولر هنا اهو، تمام، عاملين ايه اد فاليد والبايننج ريزلت وكل حاجة تمام. عملنا سيف، نروح هناك اهو، ركز معايا، هعمل ريلود، الكود ظهر اهو، تمام. هعمل هنا احنا عاوزين ريكوايرد، يعني مش هكتب فيه حاجة، تمام، الكود اهو مش كاتب فيه حاجة، هعمل دن. ايه ده؟ شايفين؟ طلع لي ايرور كبير جدا، مع ان المفروض قايل له، قايل له ايه؟ ات يا فان، فين الكود؟ اهي الكود اهي، قلت له ات نل، طلع لي مسج ريكوايرد. رحت عملت ايه؟ عملت دن، قال لي ايه؟ قال لي هو مش قادر يكونفيرت البروبرتي الفاليو بتاعتها من سترينج لاند، تمام. حل المشكله دي ايه؟ هل المشكلة دي بكل بساطة يا جماعة إن أنا أخلي ديت انتجر، تمام؟ يخليها إيه؟ انتجر، تمام؟ وهنزل تحت هنا فين الكود؟ أهي الكود أهي، هخلي ديت انتجر وأخلي ديت برضو انتجر. جميل؟ جميل. هنستنى عمليه كومبليت تاني أهو، كومبليت أهو، تمام؟ هروح هناك اهو، تمام، خلينا نعمل دون. قال لي ايه؟ ريكوايرد، اهي ريكوايرد في الكود. ليه بقى يا جماعه؟ لان هو لما جه يعمل كونفيرت منين؟ من السترنج، قصدي من السترنج، من السترنج ان، هي عارفين السترنج ان هو اللي هو ده، تمام. طبعا ده الانت بندر، هو لما يجي يعمل كونفيرت من سترنج لانت، مش دي كانت مكانها انت الاول، صح ولا غلط؟ جه يعمل كونفيرت من سترنج لانت، سترنج اللي هو ايه؟ انا اي انبوت هنا يا جماعه، اي انبوت هنا، حتى لو هنا الاتريبيوت بتاعه انت، يعني مثلا ده انت، لكن هنا سترنج، اي انبوت هنا يا جماعه سترنج، اي انبوت بكتب فيه هنا سترنج. فهو دلوقتي الكود ده سترنج، انا بكتب هنا سترنج، ال10 دي تعتبر سترنج، وانا عاملها هناك انت. فهو جه يكونفيرت منين؟ جه يكونفيرت من السترنج للانت، معرفش، تمام. فبنستخدم الكلاس اللي اسمه ايه؟ انتجر، عشان يقدر يعمل كونفيرت من سترنج لايه؟ لانتجر. عشان كده يا جماعه اشتغلت معانا وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. هروح اعمل جيت اد، هقول له ايه هنا، خليها خمسة، وهقول له make integer أو int is required، أو خليها integer، تمام، is required، تمام أهو، وأعمل إيه؟ push.
هستنى قبل ما يعمل بوشنج. تمام خلاص البوشنج خلاص اهو، هروح هناك هعمل ريلود اهو، وما فيش اي مشكله وكل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش هتعرف تتواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.